أما عن وقائع القضية تعود لتاريخ 24/8/2022 في حدود الساعة 5 مساء. تقدم المدعوان شين ألف وشين يا إلى المحل التجاري الكائن بمدينة الصومعة والمملوك للمدعو يا ميم، وقام باستفزازه وابتزازه. هذا الأخير قام بطردهما، وانتقاما منه قام بتجميع أفراد العصابة الإجرامية والعودة إليه في حدود الساعة 10 ليلا، حاملين معهم مختلف أنواع الأسلحة البيضاء بنية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حيث قاموا بتحطيم محل الضحية والتسبب في نشوب شجار عنيف أصيب على إثره الضحية المرحوم بطعنة سكين على مستوى البطن، كما أصيب شقيقه على مستوى الجبهة. وبعد تدخل عناصر الأمن لاذوا الفاعلين بالفرار، ونقل الضحية المرحوم إلى مستشفى فرانس فانو بالبليدة، أين وافته المنية بتاريخ 26 أوت 2022.